إذا كنتي أول مرة تشاهدي قناتي فما تنسي تنضمي لنا بالاشتراك بالضغط على الزر المربع الأحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل خاصية الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل جديد، وخلوا لي لايكاتكم وتعليقاتكم وآراءكم ووصفات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وسهلا بكم معايا من جديد على فيديو جديد ووصفة جديدة. الفيديو لليوم نقترح عليكم حيلة لمحاربة تساقط الشعر وتقوية الشعر من الجذور. لنحتاج الأعواد القرنفل، ولنحتاج ملعقة صغيرة من القهوة، ولنحتاج شامبوان خاص بك. أنا دايرة هون شامبوان خاص بيا في قرعة ديال زيت جونسون صغيرة فقط باش نقتصد عليه. المهم هي نضيفو القهوة والقرنفل الشامبوان الخاص بك، واللي تخلطيه مزيان وتحتفظي به عندك في الحمام. تسمي دائما تغسلي بهم عند منين تغسلي شعرك تستعملي هذه الخلطه، يعني عود هو الشامبوان الخاص بك دائما على هذا الشكل. كي شفتوا انا هون ضفتهم، ضفت اعواد القرنفل والقهوه اللي تخلطي مزيان على هذا الشكل. طفيلات هذه حيلة رائعة جدا، أنا جربتها مي مرة مي جوج وعجبتني واخترت نشاركها معكم حتى انتم جربوها وردوا علي في الكومنتار واش عجبتكم ولا بداي. واخا أنا متأكدة عن الأغلبية منكم نجرب هذه الوصفة لأنها مشهورة. مهم كان هذا هو الفيديو اليوم، نتمنى يعجبكم وما تنسوا الاشتراك مباشرة.